بسم الله الرحمن الرحيم، هكمل معاكم النهاردة كيفية اختيار المحبس. في شوية حاجات هبدأ بكلام ممكن يكون فيه شوية عمق. هتكلم مثلا على الدرام، عشان اركب الدرام في الماكينة لازم شافت، لازم الشافت ده يبقى معمول له الاينمنت كويس. لو حطيت اي ووتر ليفل يبقى ستريت. لازم الشافت في الاول يبقى في بيرنج كويس، وفي هاوسنج بيرنج كويس، في ورا يبقى في بيرنج، وبعد البيرنج في الجيرد موتور. يبقى كده الدرام في شافت، في بيرنج، وفي بيرنج ورا وقدام، وفي جيرد موتور. الجزء اللي في الفرونت قدام لازم يكون فيه سيستم خاص بالادجستمنت. ازاي ابعد الدرام واقربه؟ لان مهمه جدا ان بعد الفيس بتاع الدرام عن الفيس بتاع الماكينه يبقى محدد جدا. يفضل طبعا في الماكينات العاليه وفي المصنعين المميزين جدا بيكون المسافه 0.5 ملي، مفروض ما تزيدش عن 2 ملي. زيادة المسافة بين الفيس والدرام والفيس، المسافة دي لو زادت بيحصل مشاكل، ان البينز بتيجي في الاماكن دي بتتحشر، بتتكسر، بتسقط، في منها حبوبة تسقط تحت. البيلينج او الشف او القشرة ما بيحصلهاش ساكشن، بتنزل تحت في المنطقة بتاعت البيرنر. يبقى ده لازم اخد بالي كويس جدا من الدرام، من الشافت، من البيرنج او البلية اللي راكبه قدام، والبلية اللي راكبه ورا، والهاوسينج او البلية محطوطة في بيت كده هاوسينج، والهاوسينج اللي قدام، نوع البلية، كيفية تشحيمها، كيفية الابريكيشن سيستم، ازاي اشحم البلية دي، وازاي اشحم البلية دي، اشحمها بشكل سلس وسهل. العمر الافتراضي للبلية مهمة، البلية بتتحمل درجات حرارة عالية، الجيرد موتور. هتكلم طبعا بعد كده عن المواتير وانواعها. يبقى ده مهم جدا ان ناخد بالي من الدرام، الشفط بتاع الدرام اقول له كده الدرام موزون، المسافة بين الدرام والفيس قد ايه. ممكن لو فتحت الجيت وبصيت الاقيها في اداة لقياس المسافة دي اللي هي الفيلر جيج، بشوفها قد ايه. يفضل ان هي من 0.5 ل 2 ملي. يبقى ده الدرام مهم جدا. الدرام يبقى معمول له الاينمنت، متركب صح، الفيس بتاع الدرام ستريت، الفيس بتاع الماكينه ستريت، المسافه بينهم ما تزيدش عن 2 ملي، من 0.5 ل 2 ملي. الشافت معمول له بيرنج قدام ومحطوط في هاوسنج، وبيرنج ورا ومحطوط في هاوسنج، وبعد كده محطوط الجيرد موتور، محطوط بعد البيرنج اللي قدام ده سيستم خاص بالادجستمنت. ازاي ابعد الدرام واقربه؟ ده بالنسبه للدرام مهم جدا، مهم جدا ان ناخد بالي من الموضوع ده، لان تصنيعيا بتبقى صعبه على بعض الناس ان هو يعملوا الالاينمنت ده. تصنيعيا بتبقى صعبه على بعض الناس ان هم يعملوا الدرام والمسافة بين الدرام والفيس ما تزيدش عن 2 ملي. المصنعين العاليين بيعملها 0.5، مسموحة 1 ملي، مسموحة 1.5، مسموحة 2 ملي. عملية ازاي اظبط البعد تكون سهلة. البيرنج اللي راكب قدام وورا، عملية الابريكيشن او التشحيم تكون سهلة. اوكي، عملية الصيانة فيهم تكون سهلة. ده بالنسبة للدرام. الدرام مهم جدا، مهم جدا وانا بشتري الماكينة ان انا اتأكد واسأله الفلو بيحصل ازاي. طبعا في اساليب كتيرة للفلو. لو الماكينة معمولها كاستمايزيشن، يعني محدد لها الفلو ودوران الدرام بشكل ثابت، يبقى الهواء، هون الهواء باخده من جوه الدرام، هفضل اخد هواء بعدين لازم يكون في مصدر تاني للهواء.
لازم عملية التسخين والهواء السخن اللي جوه الدراميه يحصل له، يدخل له هواء، يحصل له عملية بري هيتنج او هواء بارد يتسخن تاني عشان عملية نقل الحرارة. عملية نقل الحرارة لازم تتم بالكوندكشن والكونفكشن وبعد كده الراديشن، مش مشكلة. لكن لازم لو عملية الكونفكشن بتاع نقل الحرارة ضعيفة، التحميص مش هيبقى كويس. لو اعتمدنا في التحميص فقط على الكوندكشن، عملية التحميص مش هتبقى مظبوطة، الحبوب مش هتبقى درجة تحميصها مش موحدة، هيحصل في الغالب سكوشنج، هتتحرق. لو زودت الهيتنج او على الجسم بتاع الدرام، هيحصل ما يسمى بالتيبنج، هتلاقي في نقط سوداء في الحبوب. يبقى انا لازم اتاكد ان الدرام ستريت، الفيس ستريت، المسافه بينهم ما تزيدش عن 2 مللي، من 0.5 ل 2 مللي. الشافت اللي راكب لو انا وزنته بووتر ليفل يبقى ستريت، يبقى موزون، معمول بيرنج وبيرنج هاوسنج قدام، بيرنج وبيرنج هاوسنج ورا. في ادجستمنت سيستم، في جزء ميكانيكي بحركه بشكل معين، بقرب الدرام لقدام او ابعده لورا. خلاص اوكي كده. ده بالنسبه للدرام. بالنسبه للبرنر والمنطقه بتاعت البرنر، مهمة جدا وكتير ما بيحسبوهاش وكتير بياخدوها ببساطة. البرنر والفليم لازم عملية دخول الهواء اللي هي ما بيسمى كومباشن اير، اللي هو الهواء اللي بيساعد على الاحتراق، يبقى محسوب. لان لو دخلت هواء كتير، لو انا جيت بعد فترة وبصيت جوه الدرام، هلاقي فيه هباب، هلاقي فيه تآكل بره. او الناس اللي بتحسبها صح بتلاقي لو بسيط بيبقى فيه اسمرار، بس مش بالدرجه اللي موجوده اللي انا بشوفها عند بعض الناس. يبقى لازم دخول الهواء اللي بيدخل في المنطقه بتاعه البيرنر تبقى محسوب، مش مجرد ان انا فاتح فتحات في الجنب وخلاص، وهواء بيدخل وخلاص. هواء بيدخل وخلاص، يبقى عمليه الاحتراق مش مكتمله، يبقى فيه دخان في عمليه الاحتراق، يبقى فيه هباب على جسم الدرام من بره وفي المنطقه بتاعت اللي موجود فيها الدرام، يبقى فيه سموكينج او عمليه التحميص مش بيور، مش صافيه، فيها سموك. يبقى دي مهمه جدا ان انا ابص للبرنر وازاي بيدخل الهواء، وازاي لو بيدخل الهواء لو فتحات بشكل عشوائي كبيره كده في الجنب وملهاش معنى، دي مش محسوبه، دي بتعمل عملية الكومباستشن، عملية الاحتراق، عملية حرق الهواء ما بتبقاش مظبوطة. الصح من وجهة نظري ان البرنر يبقى له هاوسينج، يبقى في بيت للبرنر، بيت كده وداخل على الدرام. عملية دخول الهواء تبقى محسوبة قوي وتبقى من فتحات معينة قريبة من البرنر، وما بتبقاش دايركت، يعني بتاخد مسار من تحت وبعدين تطلع على البرنر تتحرق وبعدين كده بتدخل على الدرام بشكل معين وبعد كده بيحصل لها سكشن. دي مهمه جدا، في كتير ما بياخدوش بالهم من الموضوع ده. مهمه جدا ان انا البرنر ودخول الهواء اللي هيتحرق اللي هو يساعد لي على عمليه التسخين يبقى محسوب، ما يبقاش فتحات وخلاص. لو بصينا على الدرام، عملية سحب الهواء في أكتر من وسيلة. في سحب الهواء، يا إما أنا أعمل هولز من ورا لو عملية الكومباستشن أو عملية حرق الاحتراق مش مظبوطة، والهواء اللي داخل الاحتراق مش مظبوط، بيحصل تدخين، التحميص ما بيبقاش كويس. مهم جدا إن أنا أعرف أسأله إزاي بيتم الفلو، البرنر شكله ايه، محطوط ازاي، دخول الهواء اللي هو الخاص بالاحتراق الكومباستشر اير بيدخل ازاي. الفلو مهم، فلو ضعيف عملية تحميص بيحصل لها باكت، بتبقى زي الخبز كده متخمرة مش مظبوطة. فلو عالي بتبقى فيها احتراق خارجي، تحس ان شاطط قوي، تحس ان هي زي الرماد زي التراب. حساب الفلو بتاع الهواء ده مهم جدا، حساب دخول الهواء اللي هو بيحصل كومباستشن او احتراق مهم جدا.
يبقى دي في حاجتين مهمة جدا لازم اخد بالي منهم، الدرام وكيفية تركيب الدرام وبعد الدرام عن الفيس، ما تزيدش عن 2 مللي من 0.5 للمحترفين او في التصنيع ل 2 مللي للناس العادية. الشافت لازم يكون فيه بيرنج قدام بيرنج ورا، كيفية ان انا شحم البيرنج اللي قدام والورا تكون سهلة، في جزء قدام اللي هو الادجستمنت اطلع الدرام قدام وادخله ورا يعني يتحرك قدام وورا، دي مش مشكلة، تكون بشكل كفاء يعني عملية التحريك يكون دقيقة جدا، مش احرك كده يطلع لي 2 3 مللي، لا احرك يبقى بجزء من الملي علشان اقدر اقرب المسافة دي، تكون 0.5 تكون 1 مللي تكون 1.5، انا افضل ان هي 0.5 بس مش كل الناس هتقدر تعملها كده، 1 اوكي 1.5 اوكي. بعد كده لما المنطقة احنا قلنا المنطقة بتاعت البرنر بينزل شف بينزل قشرة تحت، لازم يكون في وسيلة ان انا اقدر انضفها بسهولة، في جيت بتتفتح بقدر انضف، في وسيلة ان انا افتح انضف وعملية التنظيف اللي كله، لان ممكن يتحرق ممكن الشف يكتر، فالبرنر شغال الشف يقرب من القشرة دي تقرب من النار فتتحرق تحرق لك الماكينة. يبقى اولا البعد الدرام عن الفيس لازم تكون محسوبة وتكون ما تزيدش عن 2 مللي، الشافت اللي راكب عليه الدرام يكون معمول له الاينمنت ستريت افقي بشكل افقي بشكل كويس جدا، مفيش فيه اي ميلان، في بيرنج وبيرنج بقدر اعمل له لبريكيشن او تشحيم قدام وورا، في سيستم خاص بان انا احرك الدرام قدام وورا بشكل دقيق جدا، ده بالنسبه للدرام والشافت والبيرنج، وبالنسبه للبرنر وبالنسبه لدخول الهواء لعمليه الاحتراق مهمه جدا ان هو يتحسب، مهم جدا للمصنعين مهم جدا اللي بيشتروا ان عمليه دخول الهواء الخاص بالاحتراق الكومباشن اير تبقى محسوبه ما تكونش عشوائيه عشان الهباب والدخان والكلام وتاكل اصلا الدرام وجسم الدرام والاجزاء الداخليه. كيفيه تنظيف المنطقه بتاعه البرنر من الشاف من القشره وكده تكون سهله، ده كده بالنسبه للدرام، بالنسبه للبرنر مهم جدا. لو دخلت على الميكسر مهم جدا الهولز اللي هي وانا بعمل روتيشن للحبوب المتحمصه، الهولز دي تكون قابله ان هي تنزل القشره، تنزل الحاجات الصغيره، ما تكونش واسعه قوي وما تكونش ضيقه قوي، لان وجود القشره بشكل مستمر في اماكن معينه ده بيسبب بيعمل حشرات وكلام من ده، يبقى عمليه تنظيفه تكون سهله. عملية ان انا محسوب الهولز دي بشكل معين عشان عملية السكشن او عملية التبريد بتاع المنطقة اللي هي الميكسر والحبوب المتحمصة تكون محسوبة كويس جدا. انا بتكلم على ناس عايزة ترفع كفاءة الماكينة، اولا لازم يخلي بالهم من الدرام، لازم الدرام والبعد عن الفيس ما يزيدش عن 2 ملي، لازم الشافت يكون موزون كويس جدا قدام وورا، لازم يكون في بيرنج قدام وهاوسينج قدام، بيرنج ورا وهاوسينج ورا، وبعد كده الجيرد موتور، لازم عمليه ادجاست او تقريب الدرام من الفيس وابعاده عن الفيس تكون محسوبه جدا وتكون دقيقه جدا، ده بالنسبه للدرام وبالنسبه للبرنر. وبالنسبه للميكسر البليد لازم تكون مصنعه بشكل كويس جدا عشان ما تكسر ليش الحبوب، لازم دورانها يكون كويس، لازم عملية التقليب تكون كويس تكون منطقية، يعني بحيث ان طبعا في الغالب لو مصنعة كويس مش هتسمع صوت، لو مصنعة اي كلام هتسمع نويز، بتاكل في الجسم بتاع الشبك اللي تحت، بتكسر في الحبوب، ما بتلفش الحبوب في كل الاتجاهات، في اماكن كده في جاب بالنسبة للبادي ما بتجيبهاش، ده لازم تاخد بالك من الحاجات دي. لو جينا بصينا على الموتورز، انا بقول ان كل وحده يعني موتور الدرام يكون ليه موتور، السكشن الاير فلو يكون ليه موتور، الميكسر يكون ليه موتور، الهواء عمليه التبريد بتاعه الميكسر يكون لها موتور. لو جينا بصينا بشكل سريع كده على الموتور وانواعها، الموتور الاي سي طبعا احنا بنستخدم اي سي موتور سواء سنجل فيز او ثري فيزز، الاي سي موتور يا اما سينكرونس يا اما اندكشن. سينكرونس ده مش شغلنا دلوقتي، في شغل في كلام كتير، الاندكشن ده اللي احنا بنستخدمه، الاندكشن موتور يا اما سنجل فيز يا ثري فيز. الاندكشن موشن لو الموتور اندكشن موتور لو بصيت على الروتور
او الارمتشر هيلاقي يا اما في نوعين منه، في الروتور ده او الارمتشر، في كويل ده بتسميها ووند ارمتشر، او عباره عن بار مدفونه بشكل معين وفي عوازل ومقفوله باتنين رينج من قدام وورا، ده بنسميها سكويرل كيج. طبعا ما يهمناش احنا الكلام ده، بس انا بتكلم على ان احنا بنستخدم اندكشن موتور. لو جيت بصيت على الموتور هلاقي في حاجه اسمها نيم بليت. نيم بليت اللوحه الخاصه باللوحه التعريفيه الخاصه بالموتور. لو بصيت على اللوحه دي هيقول لي دي سنج، هيقول لي الموتور ده سنجل فيز ولا ثري فيز، هيقول لي الفولت بتاعه قد ايه، هيقول لي كيفيه توصيله، هيقول لي في حاجه اللي هو الامبير اللي بيسحبه قد ايه، هيقول لي الباور فاكتور قد ايه، هيقول لي الباور الاجمالي بتاع الموتور قد ايه، 1 حصان او 0.7 كيلو وات يعني 1 حصان 0.5